دي شدو هنا في الباب ديال الدار هنايا. شحال هادي ولدي كيخدم في البحر في لوكا صغيره، دابا دار الوراق ديال الكبار مشى يخدم في الناظور، جا غير باش يدوز معنا الايام ديال رمضان ديال الاولانيين يرجع بحالو. ديك النهار دخل هنايا كنشوف داك الشيء ديك الروينه دا في الزنقه، كنقول جلس ولدي ما تخرجش بقى في الدار ما تخرجش ولدي. كيقولني واخا الوالدة انا غادي نجلس، كنقول لها باك مريض وكبير ما تخرج بقى في الدار. كيقولني واخا الوالدة قول با انا هنا في الدار. بقى شي شويه كيقولني غندير غير شي دوره هنايا في الجرده غنرجع. فوقاش خرج ولدي كيشدوه، انا كنشوف بعيني كيشدوه مع خوتو واخواتاتو كلشي، المهم كنشوفو كيشدوه. مشيت عندهم في لاندروبي، من هنا كيضربوا فيه حتى لاندروبي. مشيت عندهم كندخل في لاندروبي كنقول ايوب، كيقولني شنو الوالده، كنقول ها هما شدوك، علاش ما كدير الري ديال الوالده غتبقى في الدار. كيقولني دابا نرجع الوالده دابا دابا. جا عندي واحد البوليسي كيقولني شوف الشريفه ديالي سير الدار قدبا يرجع ولدك. صافي انا جيت بحالي، جا شي واحد اخر كيقولني حاجه حاجه ولدك ما عنده والو، ولدك ما عنده حتى شي حاجه. لحقاش فوقاش كيقبض شي الدراري كيشوف اليدين ديالهم واش كيهز الحجار واش فيهم الدم، ولدي ما عنده والو، كيشوفوا اليدين ديالو ما عنده والو، ما ولدي ما هز حتى شي حجر، ما كيضرب بالحجار ما والو، غير خرج كشدو حدا الباب الدار. واخا انا كنستنى ديك النهار ما جاش، نستنى يومين ثلاث ايام ربع ايام، هو ولدي مازال في الحبس، ولدي ما ضرب بالحجار، ما كاين شي فيديو كيبان ولدي كيضرب بالحجار، ما عنده حتى شي حاجه. كيقول لي دابا نطلقوا دابا يرجع ولدك. دابا ولدي مازال في الحبس ما دار والو. لا ولدي هنايا في الحوسيمه، مشيت عنده في الزياره، دخلت عنده كنقول شوف ولدي واش كليتي شي العصا، كيقولني يا الوالده كليت العصا. كنقول شنو يا ولدي شنو فين كيضربك، كيقول لي بديك الموطع في الدار ديالنا كيضربي حتى لنضروبي. فوقاش دخلت وصلت للكوميساريه ضربوني، فين كيضربك، كيقولني شوف، كيقولني كيضربني باليد مزيان وديك الكوت كيضربني في الراس. كنقول راه نشوف الراس ديالي، كيقولني دابا ما كتبان حتى شي حاجه ولكن الراس ديالي فيا الحريق في الراس ديالي، كيضربوني في الراس. لحقاش ولدي عنده شويه ديال الصداع في الراس ودابا كيكملوا عليه. ايوا علاش كيضربوا ولدي؟ شنو هي التهمه دابا اللي رجعوا عليه؟ شنو قال لكم انتوما؟ علاش شدوه؟ كيقول له ولدك ما عندي والو، كيقولني جايين في كوميساريه كيجي يجيبني فيديوز ديال الدراري اللي كيضرب بالحجر. كنقول شوف ايوب في الزياره في الحبس، واش انت كتهز شي الحجر في شي فيديو؟ كيقولنا الوالده، كنقول لك انا ما حديت الحجر، ما ضربت بالحجر، ما اليدين ديالي ما فيها حتى شي طبع ديال الحجر والو، ما عنده حتى شي حاجه، هو غير شدو صافي. يا ولدي قدموه للمحكمه، شنو قالوا؟ قدموه للمحكمه كيقولوا نهار 6 في شهر 6 عاودي يرجعوا عاودي يدوزوا للمحكمه، ما نعرف غادي يطلقوه ولا يدير له الحبس، هو ما دار والو. انا كنشهد عليه والجيران كاع كيشهدوا على ايوب ما دار والو. انتوما باش كطالبوا؟ كنطالبوا يطلقوا هاد الدراري الدراري الصغار اللي كيضربوا شويه بالحجار، هادوك هربوا، اللي ما كيدير والو حصل في الحبس. ولكن كي سميتو كنقول لك ولدي، ماشي الدراري اللي كيضربوا بالحجار، انا شفت بعيني في السرجم ديالي، شفت بعيني انا حدا زفزافي، انا الجاره ديال زفزافي، كلشي البوليس كيضربوا حتى هما بالحجار، الدراري كيضربوا بالحجار، البوليس كيضربوا بالحجار، ماشي الدراري الصغار اللي كيضربوا صافي، البوليس كيضربوا بالحجار، الدراري كيضربوا بالحجار، أنا كنشفت بعيني البوليس كيضربوا بالحجار. هادوك اللي عندهم الحوايج كميسيتا عادي كلشي، الدراري كيضربوا بالحجار، البوليس كيضربوا بالحجار. عرفتي يا ولدي داك الشيء؟ أنا شفت داك الشيء بعيني. إيوا هذيك الدراري المساكين مظلومين. ما عندهم حتى شي حاجه، ديك الدراري الصغار شويه كيهزوا الحجر، هما هربوا، اللي ما كيدير والو كيحصلوا في الحبسه ولدي، داك الشيء اللي كاين.